بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه فولكس فاجن بولو 5، يعني بولو 5، باش نبدلوا لها فيترير. شو نوريكم كيف نبدلوا فيترير. نحي الفيتر، نحيوا هذاك الفيتر من المكان. حطنا هنا، نقلبوه من الجهة العكسية. عندنا قداش نفيس تقريبا؟ عندنا فيسات، واحدة اثنين، عندنا اثنين ثلاثة، وعندنا زوز هنا أربعة خمسة، يعني حوالي ستة فيسات ولا سبعة. نحوهم باش يخرج تاع الفلتر من تحت منهم. كي نحوهم نلقوا نقلب واحدة، نلقوا الفلتر موجود هنا. الفلتر هذايا لازم يتبدل على الأقل كل 15000 20000 مرة. غنشوفوه، وما لازموش يكون هكا معكرش، لأن يكون هكا معكرش تاكل ليسونس وتعمل صوت خايب. ونظفوا له المكان نتاعه ونركبوه. هذا عمله ضرب هو قبل، ونحطوه في مكانه، يعني ونعاودوا نرجعوا الفيسات نتاعنا ونرجعوا. ما فيش شي علم يعني. عنده هنا الحروف يدخل فيهم، دول بتونات اللي هم هنا، ورجعوا المكان ونربطوا على روحك. متوقفش الشمس على السخانة غادي مغطينا. ساعات كيبدا هكا برشا حاجات نعملو، نحي الصوت هنا ونعملو شوية موسيقى. شوية بشوية هكا شكون تو هكا بدلنا لها الفلتر نتاع الهواء. وإن شاء الله تفيدكم العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.